عيار ناري. أحمد الفيشاوي يروح يقابل محمد ممدوح في المقابر، والمقابر باين إنها مفيش حد، حتى محمد ممدوح بيقول إنه مفيش حد في المكان غيرهم. أنت شايف المكان فاضي، مفيش في حد غيرنا. أنت بتهددني؟ لكن أثناء ما محمد ممدوح بيسيبه ويمشي، بيبان إن في واحد مستخبي ورا الحيطة وبيبص على الكاميرا. سبايدر مان فار فروم هوم، كله عمال ينفد بجلده ويفلسع، والناس كلها عمالة تصرخ في الشارع ومفيش حد واقف إلا ده، واقف زي ما هو في مكانه وكمان بيعمل حركة بالطاية بتاعته. البيت الملعون، لما شافت البت دي قدامها والباب اللي وراها عمال يرزع، خافت وطلعت تجري. لكن وهي بتجري بنلاقي إن واحد واقف في نص الكادر بيبحلق في الكاميرا، وخلينا نخاف إحنا كمان. ستاكنيو في اول الفيلم والمنبه بيرن وهما بيصحوا من النوم، بيبان اللقطه اللي بينزلوا فيها رجليهم من على السرير، لكن في النص بيبان فيه وش بني ادم. يقال ان ده كان واحد من الكرو عمل مقلب في المونتير علشان يشوف هياخد باله منه ولا لا، وان هو فعلا ما خدش باله منه. حتى لا يطير الدخان، لما البنت بتنده ابوها وبتجيبه بيبان وهما معديين قدام المرايه ان في واحد تالت ماشي معاه، مع ان ما كانش في حد في البيت غيرهم. خلاص يا دادي هيرفعوا الحراسه. انت بتخافي بتقولي ايه؟ هيرفعوا الحراسه. انت بتخافي بتقولي؟ عارفين انتوا لما المصور ينجح في ان هو يخبي الكاميرا لكن يبان هو. تري مان انا بيبي، هما وماشيين وبيتكلموا بيبان ان في واحد واقف ورا الباب. الواحد اللي واقف ده الناس عملت عليه نظريات كتير طول السنين اللي فاتت، واغلبها كانت مرعبه، زي ان ده كان شبح لولد مات في البيت اللي بصوره فيه الفيلم. العيال هربت، البوليس جه وبيقبض عليهم، لكن وسط ما البوليس بيجري باين ان في واحد واقف هنا بيتفرج، واحد تاني برضو واقف هنا بيتفرج، والبوليس ما قبضش عليهم كانه عارف ان هما دول مش من ضمن العصابه، مع انهم جوه البيت والبوليس جاي يقبض على العصابه، وكان البوليس عارف انهم من فريق الاعداد بتاع الفيلم عشان كده ما قبضش عليهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مره ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهده.